الطبقة 3/6/2013، حرائق ضخمة في الغابات الحراجية في ريف مدينة الطبقة نتيجة القصف المدفعي على هذه الغابات، وهذه كارثة. الله أكبر. تفضل أخي، ممكن تحكي لنا شو قصف الحريق، شو سببه؟ أخي، النظام عم يتبع سياسة ممنهجة، القرى اللي ما يقدر يقتحمها يقصفها بالكيماوي، والبراري اللي ما يقدر يفوتها عم يحرقها بالطيران والمدفعية. تعرضت المنطقة هاي، منطقة الجرين التابعة لريف الطبقة، لقصف مدفعي عريف الصبح. ومثل ما انت شايف، منطقة عبارة عن أشجار وحشائش، ما فيها حدا، لكنه قصفها. ونتيجة غياب السلطة المدنية، إنه النظام حتى عم يقصف الإطفائيات، عم يقصف الإسعاف، ما عندنا أي إمكان. يعني إحنا هون الجيش الحر عم نحاول إنه يسيطر على الحريق تا ما يمتد ويشمل مناطق أخرى. جزاك الله خير. وهاي رسالة لبشار وكلابه، أنتم عم تشعلون النار هين، نحن مو شغلتنا نحاسبكم، بس راح نبعثكم عند نحاسبكم اللي هو رب العالمين، وراح يحرقكم بنار أكبر من النار هاي. وإن شاء الله تعال شوف النار. إن شاء الله. نحن حاصرنا مطار مدينة الطبقة ومرابطين حوالي 24 ساعة، لواء أويس القرني وبقية الكتائب المتواجدة في مدينة الطبقة. نوجه تحدي لكلاب الأسد، لو أنكم زلم تجون تواجهونا حوالي المطار، أخلينا المدينة من كل عناصر الجيش الحر ورابطنا حول المطار، لكن المطار وجنود الأسد أجبن من أنه يقاتلونا، فعم يضربون المناطق المدنية والمناطق البراري. هاي مرجلة زلم بشار. تقريبا قديش هي المساحة اللي احترقت من الغابات هاي؟ أخوي، المساحة تقدر بالهكتارات، لا بالدونمات ولا شيء. أعلى مد النظر من هون تقريبا 7 كيلومتر حريق، من هون 3 كيلومتر حريق. الأطفائيات ما عم تقدر تحاصر النار أبدا بأي شكل من الأشكال. إمكانياتنا محدودة، العناصر البشرية متواجدة بكثرة، لكن لا يوجد لدينا آليات. والله ينصرنا إن شاء الله، وثابتين لآخر لحظة. ومو لو يحرقنا بشار، لو يدمرنا تدمير ما رح نستسلم. أي نتيجة قصف مدفعي ولا طيران؟ قصف مدفعي بالتزامن مع طيران الميج. وحتى الأرض هاي بدها تحقد عليك يا بشار، الأرض ما سلمت منك يا بشار، أنت وكلابك. يلا شباب، الإطفائية لهذا الطرف لو سمحتوا بسرعة. أخوي، بس رسالة أخيرة للكلب بشار ولكل كلب عم يتعامل معه، خلي الفيتو الروسي والصيني بكرة ينفعك عند رب العالمين. والآن يقوم أبطال الجيش الحر لواء أويس القرني بإخماد هذه الحرائق كي لا تمتد إلى المنازل المدنيين المجاورة للريف ولهذا الحراج. الله أكبر.